في إطار محاربة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها وعلى إثر معلومات مؤكدة واردة إلى عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتقول مفادها عزم شبكة إجرامية على تمرير كمية معتبرة من معدن الذهب على متن سيارة سياحية انطلاقا من أقصى ولايات الجنوب باتجاه إحدى الولايات الشمالية. استغلالا للمعلومات المتوفرة تم وضع خطة محكمة للإطاحة بعناصر الشبكة، حيث مكنت العملية من حجز ما يقارب 7 كيلوغرام من مادة الذهب على شكل صفائح مختلفة الأشكال والأحجام، إضافة إلى ما يفوق 8 كيلوغرام من معدن الذهب في شكله الخام بمجموع كلي قدر ب 15 كيلوغرام، حيث قدرت القيمة المالية لمعدن الذهب المحجوز 9 ملايير و 223 مليون سنتيم، إضافة إلى حجز مبلغ مالي معتبر من العملة الوطنية والأجنبية، مع توقيف شخصين وحجز المركبة المستعملة في الجريمة سيتم تقديمهم أمام نيابة محكمة تقرد.